السلام عليكم يا حسام بيه. يا هاشم ازيك؟ ده تقريبا بحث انترنت لسه وصل حالا يا فندم. لا والله. اقعد اقعد نشوف كاتبين ايه. خير يا حسام بيه؟ ولا خير ولا زفت. ايه ده؟ وانت مالك؟ ايه رايك في اللي البت دي عملته؟ والله يعني انا مش ثانية واحدة معلش ارد على التليفون وهرجع لكم على طول. ايوه عصام بيه. مساء الخير يا باشمهندس. اسف لو ازعجتك معلش. لا بس تقرير مبعث انترنت لسه وصلني حالا اهو. ده الواد اللي اسمه مروان ده ما طلعش في البلد دي اصلا، ما طلعش في القارة دي اصلا. ده في امريكا الجنوبية. في كولومبيا. ثانية يا عزم. ايه اللي انت بتقوله ده يا عصام بيه؟ ده اخركم يعني؟ اخرنا؟ لا اخرنا ولا اولنا يا باشمهندس. انا ببلغك بس علشان انا وعدتك ان انا هتابعك باخر التطورات. انا مراعي ظروفك. وظروف نغم. مش اكتر من كده. معلش بقى عصام بيه اللي انت بتقوله ده مستفز جدا. عارف. عارف انه مستفز ومش عاجبني ومش قابله. النتيجة اللي وصلوا لها دي معناها ان مش واحد قاعد في حتة تانية بيلعب على الانترنت. ده مجرم وعارف كويس قوي هو بيعمل ايه، عامل حساباته كويس قوي. ايوه يعني انت شاكك في حد معين؟ مشكلة يا باشمهندس في النوع ده من الجرائم ما ينفعش تشك في حد اصلا. الناس بتقرب من بعض على الانترنت بشكل مخيف. انت مش عارف اذا كانوا هم حقيقيين اصلا ولا مزيفين. اذا كان دايرة معارف قريبة ولا دايرة معارف بعيدة. ما ينفعش تشك في حد. ده ما كانش تليفون ده. حاضر حاضر ثانية واحدة. طيب عصام بي معلش انا في حاجه في ايدي هخلصها وارجع اكلمك تاني. سهران اكلمك بالليل؟ ماشي في انتظارك يا باشمهندس. مع السلامه. طيب انا رايح مشوار ساعه وراجع، عايز منك حاجه. الكافيه بتاع مامة نغم مدام ايناس عايزك تحطولي تحت المراقبة 24 ساعة لمدة اسبوع. عايزك اللي تزرعهولي هناك ياخد باله من الشغيلة والوترية اللي هناك. بمعنى اصح عايزك تشوف لي مدام ايناس بتستلطف حد اكتر، بتتعامل معاه بشكل الطف اكتر، بنتها نغم مين بتحب تطلب منه كده يعني. تمام يا باشا. حاضر يا باشا. تمام وتابعني لو في حاجة جديدة. تمام يا فندم.